اتواصلت توجهي لهم النبي رسالة دلوقتي، قولي لهم كده باللغة الإيطالية رسالة كاميرتك اهي. اوكي ممكن نقول لجيتو نوني كومي كومي بريزنت على التي في او كومي كريدان على الكونه ما ان ايجيبتو تشي لا سيكوريتشا لا باتشي اي انكي لا ستابيليتا perciò l'Egitto invita i turisti in tutto il mondo per visitare i luoghi tutti i luoghi egiziani in particolare Sharm el Sheikh. انا فرحانه بيكي ترجمه بقى على طول. لا فرحانه بيكي جدا يعني ده ايه قلتي لي؟ انزلي بالترجمه بقى. ده ايطالي. انت بتعرفي تتكلمي ايطالي بس ولا ايطالي وانجلش وفرنش و... لا احنا اصلا في 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 الالسن بندرس لغه اولى ولغه ثانيه واللغه الاساسيه بتبقى العربي طبعا. طب لازم تترجمي بقى عشان احنا كل المشاهدين عايزين نعرف الترجمه ايه. كنت بقول لهم يعني ان كنت بقول لهم ان انا ان مصر امنه وفيها امن وسلام و واستقرار كمان مش زي ما البعض بيعتقد. وكنت بقول لهم ان مصر عشان كده مصر بتدعوكم ان تيجوا وتزوروا كل الاماكن المصريه السياحيه وخاصه يعني شرم الشيخ. عشان احمد قاعد فرحان بيكي ازاي؟ احمد سعيد جدا يعني بالايطالي وحتى الرساله اللي انت وجهتيها وكلنا بجد سعداء بيكي. طيب